بي الأحرف، القسم الثاني من الدرس ألفا بي. هذه هي الأحرف، يقول لنا بشكل عام تركچه‌ده 29 حرف vardır، يوجد vardır، إنه يوجد 29 حرف، 29 حرفا تركچه‌ده في اللغة التركية. Bunların 8'i ünlü harf، 21'i ünsüz harftır. ثمانية منهم بونلارن سكيزي، ثمانية منهم أنلو، أحرف صوتية، أنلو حرف. أنلو معناها صوتي ولها معنى آخر هو مشهور. أنلو أولدوم، أصبحت مشهورا، أو أنلو أولدوك، أصبحنا مشهورين. يرمي بري دا يرمي بري أنسوز، 21 منهم يعني من الحروف أنسوز غير صوتي. طيب هذه هي الحروف، وهنا قسمها إلى أنسوز أندولار. هذه الحروف بشكل كاملة، هنا ذكرها كاملة، هنا فصلها إلى قسمين، قسم الساكنة وقسم ما هي الصوتية. لذلك هذه الحروف مكررة هنا، لذلك نقرأها من الأسفل حتى يكون أسهل علينا، حتى لا نقرأها مرتين. هنا أنسوزلر، الحروف الساكنة ما هي؟ ب مثل العربية حرف الباء، ج مثل العربية حرف الجيم، تش لا يوجد لها مثيل بالعربية، تش مثل الإنجليزية سي اتش، نعم. دي حرف الدي يقرأ دالا ويقرأ ضادا، يقرأ دالا إذا جاء بعده أو قبله حرف مخفف، حرف مرقق، إذا جاء بعده أحده نعمل هكذا يكون أسهل، نعم. دي إذا جاء قبله أو بعده أحد حروف الكلون، الحروف المفخمة، يلفظ ضادا، وإذا جاء بعده أو قبله أحد الحروف المرققة هذه يلفظ دالا. الفاء أيضا دائما تلفظ مثل حرف الفاء بالعربية، نعم. الجاء أيضا حرف الجاء، الجيم المصرية، يمشق جاء، أحيانا بشكل عام يلفظ كحرف مد، أو غين مخففة، أحيانا يأخذ لفظ حرف الياء، لكن بشكل عام نحن إذا اعتبرناه حرف مد يخرج معنا نطقه سليم جدا، وسنرى من خلال الكلمات. حرف الهاء، الاتش هاء، يقرأ هاء أيضا مثل حرف الهاء بالعربية، جي مثل حرف الجي باللغة الإنجليزية، ومثل حرف الجيم باللهجة الشامية. كي يلفظ كي ويلفظ قاف، يلفظ كاف إذا جاءت بعده أو قبله أحد هذه الحروف، ويلفظ قافا إذا جاءت بعده أو قبله أحد هذه الحروف. لام يلفظ مثل حرف اللام، الال. ما يلفظ مثل حرف الميم، ان مثل حرف النون، ن. ب مثل حرف البي باللغة الإنجليزية نفس اللفظ، ر لفظه كلفظ الراء بالعربية، س لفظ السين بالعربية، ش كلفظ حرف الشين بالعربية، ت يلفظ تاء ويلفظ طاء، يلفظ تاء إذا جاءت بعده أو قبله أحد الحروف الإنجة المرققة، ويلفظ طاء إذا جاءت قبله أو بعده أحد الحروف المفخمة هذه. دائما نكمل، نعم، التاء والكاء، الطاء والقاف، أو التاء والكاف، هذين الحرفين في إسطنبول دائما يلفظ الطاء بشكل مخفف والقاف بشكل مخفف، في شرق تركيا يلفظان بشكل قوي جدا، حتى الكاء القاف يعني الكاء إذا جاء بعدها صوتي أحيانا تلفظ بشكل قريب من حرف الخاء، مثلا بق، انظر بق، يعني في إسطنبول قاف مخففة، في شرق تركيا قاف قوية بق، حتى في بعض المناطق يقولون بخ بالخاء. المهم حرف الفي يلفظ في شرق تركيا مثل حرف الواو باللغة العربية و، ويلفظ في غرب تركيا حرف الفي مثل الفي باللغة الإنجليزية. حرف الياء، ياء حرف الواي بالإنجليزية مثل الواي بالإنجليزية. حرف الزاي يلفظ مثل حرف الزاي بالعربية. نعم هكذا، هل يوجد ملاحظة؟ لا توجد ملاحظة. نعم، اللهجة المعتمدة في اللغة التركية، القراءة الرسمية، اللهجة الرسمية هي لهجة مدينة إسطنبول، لذلك عندما نقول الكاي تلفظ قاف ثقيلة في شرق تركيا لا نلفظها مثلهم، لأنهم عندما يتكلمون بشكل رسمي يخففونها أيضا مثل لهجة إسطنبول. الآن نأتي إلى الحروف الأنلولار، الحروف الصوتية. الحروف الصوتية لها قسمين، كلون وإنجا، مفخمة ومرققة. نعم المفخمة هذه هي أو، في المفخمة
يكون التجويف الفموي بأكبر حجم ممكن. التجويف الفموي داخل الفم، نملأ الفم بالهواء، يعني فمنا مملوء بالهواء ونحن نقول إذا خففنا كمية الهواء في فمنا تصبح A A A A، الشكل المفخم لحرف الأ، A الشكل المرقق له، O O O هي الشكل المفخم، الشكل المرقق له هو E O E. عندما نقول O يكون فمنا ممتلئ بالهواء، عندما أو التجويف الفموي يكون عريض جدا، عندما نقول إي التجويف الفموي يكون ضيق. إنجاز إي أو إي أو إي. الآن عندنا أو أو، لفظ أو في الإنجليزية نفس اللفظ، التجويف الفموي ممتلئ يعني كبير داخل الفم، نجعله كبيرا بقدر الإمكان فيخرج معنا الحرف أو. نفس مخرج الأو إذا التجويف الفموي ضيقناه يصبح أ، نفس الأو لكن حجم فمنا من الداخل، حجم التجويف الفموي نجعله ضيق، لذلك اسمه إنجا، ضيق أو رقيق أو هكذا. الأو في الأعلى، نعم، في الأسفل أ أ أو أ أو أ. الأو التجويف الفموي كبير، فمنا ممتلئ بالهواء، الأ التجويف الفموي ضيق، لساننا ممتد إلى الأمام قليلا حتى يخفف حجم داخل الفم. أيضا هنا اليو تقرأ أو أو مثل الواو بالعربية، أو 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 أو، أيضا التجويف الفموي مفتوح، يعني عندما نقول أو نحاول أن يكون داخل فمنا كم من الهواء، الحفرة اللي داخل الفم أو يعني التجويف الفموي يكون كبير، فنقول أو أو. نفس مخرج الأو إذا ضيقنا التجويف الفموي من خلال تقديم لساننا إلى الأمام تصبح إه إه إه. وأجمل وصف لحرف الأ هو دمج الضمة مع الكسرة بسرعة شديدة، يعني أسرع حرف صوتي هو حرف الأ، تر تر نوع مثلا تي أ ر تر نوع، فمخرج الأ هو الضمة الممزوجة بالكسرة. والإخوة الأتراك عندما يكتبون الكلمات التركية العربية بأحرف تركية، إذا كان عندنا كلمة عربية مرققة، حرف بالعربي مرقق وعليه ضمة، يضعون عليه حرف يضعون بدلا عنه الأ. مثلا ماذا نقول كلمة عربية، يعني الآن لا يوجد في ذهني كلمة عربية نكتبها بتركيا هكذا، لا أتذكر. المهم الكلمات العربية عندما نكتبها بالتركية مثلا أحمد علي هكذا، إذا كانت فيها هذه الكلمة حرف عربي مرقق مضموم، فإننا نضع بدل الضمة للحرف المرقق حرف اليو المنقوط. سنرى الآن نعم التطبيق. أركضاش، هنا عندنا الـ آ آ أركضاش أركضاش، نرى أن الكاء لأن الذي جاء بعدها هو حرف مفخم آ، لذلك تلفظ قاف، والدال تلفظ ضاد لأن الذي بعدها مفخم. أركضاش أركضاش. بابا أيضا مفخم، في الدرس في درس ماضي أو من درسين ماضيين قرأنا بعض هذه الكلمات. بابا مفخم جدا، في لهجة البحر الأسود يقولون بوبا بوبا، يعني تصبح هذه قريبة من الواو، لكن اللهجة في يعني الرسمية في إسطنبول بابا بابا مفخم طبعا. ج جافيز ج جافيز يعني جوز. تش تشوجوك 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 تشوجوك، هنا الك أيضا قريبة من القاف يعني قاف مخففة، نعم لأن الذي جاء بعدها هو حرف من حروف القلن، حرف من حروف المفخمة. تشوجوك تشوجوك تشوجوك، الآن عندنا تشوجوك، نعم تشوجوك، ليس من الضرورة أن نفخم، يعني في شرق تركيا في القرى تفخم القاف كثيرا، الكاف هذه تفخم كقاف ثقيلة، في غرب تركيا خفيفة، ففي إسطنبول مثلا نقول تشوجوك تشوجوك تشوجوك، ليست تشوجوك بل تشوجوك تشوجوك. طيب درس دي درس درس، اي اف اي اف بيت،
في فاره في فاره فاره. تحدثنا في درس سابق أن الآ فيها مد قليلا لأنه مأخوذ من العربية، فلا نقول فره بل نقول فاره، ليست فاره. إذا قرأناها كما هي مكتوبة تصبح فاره بل هي فاره. جل وردة، هذا الحرف ج. الحرف الثاني هو حرف الضم، هو ضمة ممزوجة بكسرة بشكل سريع، جل 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 جل. الحرف التالي مشجع يلفظ كحرف مد كما ذكرنا، أسهل لفظ له هو أنه حرف مد أو حرف غين مخفف جدا، فتقرأ هذه الكلمة هكذا آتش 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 آتش، في شرط تركية تلفظ أغاتش يعني وهكذا، لكن اللفظ الرسمي آتش آتش. طيب الكلمة التالية أو هكذا هي هافوتش هافوتش هافوتش، حرف اله الاتش. أ هذا حرف الأ، أصغرة أصغرة أصغرة. هنا الزاي تقرأ ليست كحرف الزاي بل كحرف الظاء باللهجات العامية، يعني حرف الظاء، لكن إذا كان الإنسان لا يعض على لسانه أثناء نطق حرف الظاء تخرج معه أصغرة أصغرة، كما نقول بالعربية ظافر ظا ظافر أصغرة. نعم الكلمة الحرف التالي إي إيش عمل إيش عمل. جيلت شفرة حلاقة جيلت جي جيلت. كا قلم قلم قلم، الكاف جاء بعدها حرف مفخم لذلك تلفظ قافا قلم قلم. نعم القائمة التالية نعم هنا حرف الآ أركضش آتش أربا، شجرة سيارة. ب بابا بلق بردق بلق، سمكة بردق بردق، ما اسمه كأس. الدال تلفظ ضادا الا تلفظ فتحة تصبح بردق بردق. جي جافيز جامي جتفل جامع ومسطرة. تشي تشوجوك تشوجوك تشارشي تشيك تشارشي سوق تشيك وردة. طيب نعم عفوا تشيك زهرة وليست وردة، وردة جل زهرة تشيك. دي درس دفتر دينيز دفتر دفتر كلمة عربية، دينيز بحر. اي اف بيت. اكمك الما اكمك خبز، الما تفاح. فارة فارة. فندق فندق فندق، هنا فندق يعني الكاء هنا يلفظ قافا لأنه سبق بحرف مفخم. فرشة 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 فرشاة. جي جل نعم جل يعني وردة. جوز جزال جوز عين جزال جميل. آتش شجرة. مازا أورنجي، كما ذكرنا اليوم شجية تلفظ كحرف مد. مازا لا نقول مغازا، لا تلفظ حرف غين بل حرف غين مخفف جدا أو حرف مد هكذا. مازا مازا مازا. أورنجي 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 طالب. أورنجيلر بوردا مو، هل الطلاب هنا مثلا. هافوتش جزر كما ذكرنا. هلو سجادة سجادة أو هكذا. أو هنا هلو هلو. همشيرة هنا يوجد نقص، هذا حرف الشاء يجب أن يكون تحته نقطة أو شخطة صغيرة. المهم همشيرة همشيرة وليست همسيرة، همشيرة ممرضة. أصغر أصبنك سبانغ صنف صف. السين تقرأ هنا س تقرأ صادا لأنها سبقت لأنها جاء بعدها حرف مفخم. إيش عمل. إنك إنك بقرة. إنسان 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 إنسان. طبعا هنا السين يقرأ صادا مخففة ولا يقرأ سينا كالعربية، حتى يعني حتى نستطيع أن نخرج الآ هنا عندنا آ، لذلك لا نقول إنسان بل نقول إنسان 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 إنسان، صاد مخففة. طيب بعدها عندنا جيلت شفرة جي. جيتون نعم جابونيا جابونيا اسم دولة. جيتون شيء يعني ماذا نقول لها بالعربية لا أدري، مثل الليرات لكنها ليست عملة رسمية بل أشياء نشتريها لنضعها في آلة معينة فتعمل وهكذا، يعني نعم كرت تشغيل أو هكذا. جيتون
مثل الليرة، لكنها ليست عملة معدنية بل قطعة معدنية لتشغيل باص، لتشغيل قطار وهكذا. قلم، قلم، قلم. قضن، قضن، قضن. قاف مخففة، دال تقرأ ضادا. قضن، قضن، قضن. نابيورسون، قضن. ماذا تفعلين يا سيدة؟ كابو، كابو، باب. كابو. الكاف هنا تلفظ قافا مخففة لأن الذي جاء بعدها هو حرف مفخم. كابو. طيب الآن نكمل أيضا مع حرف ال ال. عندنا لي، لالي، لالي، اسم زهرة التوليب. ليمون، ليمون، كلمة عربية. لوكانتا، الكاف هنا الكي يقرأ قافا. لوكانتا، التاء يقرأ طاء. لوكانتا، لوكانتا، لوكانتا. ميم، مصا، طاولة، مصا، طاولة. مرديفان، 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 مرديفان. هنا التركيز الصوتي على مر، مرديفان، مرديفان. دي تقرأ سريعة جدا، دي مع الإي. مرديفان. مقص، مقص، الكي يقرأ هنا قافا والسين يقرأ صادا لأن الحروف هنا كلها مفخمة. مقص، 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 نفس الكلمة العربية مقص. نين، نمرة، نمرة، كلمة عربية نمرة رقم. نار، رمان، نار، نار. أيضا هنا ليست نار بل نار، يعني لو قرأناها كما كتبناها لقلنا نار لكنها نار فيها مد. نيجا، نيجا يعني كثيرا. نيجا إنسانلر بويلة يقمش، كثير من الناس فعلوا هكذا. نيجا، نيجا سنلر مثلا يقولون للشخص في عيد ميلاده أو في يوم ذكرى ميلاده، يقول له عند تقديم الهدية نيجا سنلر، يعني إلى سنوات مديدة، يعني عمر طويل إن شاء الله. نيجا يعني كثير، طويل هكذا. أو مبارك، ربما يستخدم بمعنى مبارك، لا يستخدم بمعنى مبارك، يعني كثير مديد، لكن في الأمور الإيجابية. أوتوبوس، 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 باص. أضع، أضع، أضع. أو ضاد هاء، أضع، أضع، أضع. غرفة. أوتيل، 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 أوتيل. ماذا؟ أوتيل أو فندق. نعم، عندنا حرف الـ. أورتمان، أورتمان، مدرس. أورتمان. أورنجي، طالب. أورنجي، يمشجين، يجعلنا نمد الـ. أما هنا لا يوجد عندنا يمشجين، لذلك نقول أردك، أردك، أردك. أردك بطة. الحرف التالي هو حرف الـ. بارا، نعم، لماذا هكذا؟ بارا، 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 مال. بطاطس، بنجرة. بطاطس هنا با، طا، تي تقرأ، تي الأولى تقرأ طاء، تي الثانية، الثانية تقرأ تال، تاء، تصبح بطاطس، بطاطس. الكلمة التالية بنجرة، 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 بنجرة يعني نافذة. بطاطس طبعا بطاطا. الحرف التالي هو حرف الآر. ر، ر، رسم، رسم، رسمة أو صورة. رول، 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 دور. رومان، 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 رواية طبعا. رومان أيضا تطلق على الرومان، الدولة الرومانية، لكن لها معنى آخر هو الرواية، القصة الطويلة جدا. بكي. الحرف التالي هو حرف س، ساتش، ساتش. س إذا جاء بعده حرف مفخم يقرأ صادا، لذلك هنا نقول ساتش يعني شعر. عندما نتكلم مع أحدهم نقول له شعرك جميل، لا نقول له شعرك بل نقول له شعراتك جميلة، هكذا في اللهجة السورية والتركي واللغة التركية أيضا تتحدث بنفس الطريقة. فلا نقول ساتشن تشوك جوزال بل نقول ساتشلرن تشوك جوزال مثلا أو هكذا. صندلية، صندلية، صاد فتحة نون، ضاد فتحة لام ياء هاء. صندلية، صندلية، صندلية. ستقرأ صادا هنا لأن الذي بعدها مفخم، والدي تقرأ ضادا لأن الذي بعدها مفخم. صندلية. سلجي، 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 ممحات. الحرف التالي هو حرف الشاء. شيشة، شيشة، قارورة. شيشة، شيشة. هنا هذا حرف الشاء أيضا يوجد تحته الشخطة مثل هذا. شاركوجو، شاركوجو، الكي هنا تقرأ قافا لأن الذي بعدها مفخم. شاركوجو. الكلمة التالية شمسية، شمسية، هنا حرف الواي وليس حرف الفي، لكن كأني ما تحت الحروف
تم قصده. وهذا حرف الشاء. شمسية، شمسية، شمسية كلمة عربية. العبارة التالية ت طهطة، طهطة. الت تقرأ طاء لأن هذه بعدها مفخم، الت الثانية أيضا تقرأ طاء بعدها مفخم، هكذا طهطة طهطة طهطة. تأتي بمعنى خشب وتأتي بمعنى أيضا سبورة، لأن السبورة كانت في السابق من الخشب، لأن نستخدم ماذا؟ أقل طهطة، السبورة الذكية هكذا المرتبطة بالحاسوب. أيضا طبق طبق طبق، دجاجة. ت تقرأ طاء لأن الذي بعدها مفخم، والكاف تقرأ قافا لأن الذي قبلها مفخم. طبق. طب 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 يعني كرة. أيضا تطلق على المدفع، أليس كذلك؟ طب. حتى في الجيش هناك فريق المدفعية توبتشولار، توبتشولار. طيب أتشورتما، أتشورتما. تاء هنا تقرأ طاء لأن السياق هو كله مفخم، مفخم مفخم مفخم، كل الصوتيات مفخمة. فنقول أتشورتما، 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 أتشورتما الطائرة الورقية. أيضا أتشاك، أتشاك طائرة، كاف يقرأ قافا، أتشاك طائرة. أزاك، أزاك، أزاك بعيد. نعم الأ الآن عندنا أت أت أت. الأ هي ضمة ممزوجة بكسرة وتقرأ بشكل سريع جدا، لذلك نقول أت أت أت. الآن عندنا أزم أزم أزم، عنب. كما ذكرنا ضمة ممزوجة بكسرة تقرأ بشكل سريع أزم أزم أزم. عندنا أيضا إست إست إست، يعني في الأعلى. أسقط، أسقط في الطابق العلوي مثلا. أسترفت في الرف العلوي، وهكذا. فازو مزهرية، فازو فازو حرف الفي. فاغون، فاغون هي عربة القطار أو العربة المرتبطة بشيء معين. فاغون مثلا القطار يكون فيه عدة عربات، كل واحدة اسمها فاغون، فاغون. ليست تركية الأصل أظن، مأخوذة من اللغة الفرنسية وهكذا. فار فار فار، ليست فار بل فار فار، يعني يوجد. فار أيضا تستخدم كفعل بمعنى وصل، يصل وصولا. فأقول مثلا هل وصلت إلى البيت إذا فاردن فاردن م، هل وصلت؟ أو هل وصلك الشحن مثلا إذا أرسلت إليك كتابا أو شيئا، فأقول كارغو فاردم فاردم، هل وصل الكارغو. أو أولاشتم أيضا، أولاشت بمعنى وصل، لكن الوصول إلى البيت أكثر ما يستخدم معه فار. إذا وارد وصل إلى البيت. فار إذا تستخدم بمعنى موجود، يوجد، كاسم في نهاية الجملة مثلا في البيت يوجد كذا، وتستخدم كفعل بمعنى وصل يصل. الآن عندنا حرف الياء، يمك يمك. إذا استخدمنا فقط يا يعني يا كل، يمك الأكل، يمك يمك أكل الأكل، يمك يمك كيلو ألدرر، أكل الأكل يسبب السمنة، كيلو كيلو ألدرر يؤخر يجعل الشخص يأخذ السمنة. المهم يمك أكل. يابانج يابانج، هنا يابانج، هنا الآ الثانية فيها مد قليلا، ليست يابانج بل يابانج يابانج يابانج، غريب أجنبي. يابانج يابانج. يلدز 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 يلدز، وليست يلدز يلدز، الدال تقرأ ضادا ننتبه. يلدز 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 يعني نجم. طيب الكلمة التالية هي زيتين، زيتين يعني زيتون، زيتين ياو زيت الزيتون، زيتين. طيب زيتين زيتون. زرافة زرافة زرافة، زرافة يعني زرافة. زنجين 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 يعني غنيون.